يعني طبعا مهرجان العالمين ما وقفش عند الاعمال الغنائيه لجيل التسعينات، ده كمان قدم لنا ملحمه مسرحيه عن طريق عرض نوستالجيا 80 90 واللي فكرته مستوحاه من الاعمال الخاصه في فتره الثمانينات والتسعينات، سواء الاعمال الدراميه او الافلام والاغاني والبرامج التلفزيونيه اللي بيتم تقديمها في هذه الفتره من الزمن. الفنانه نجاة الامام رجعتنا كده بالزمن شويه وقدمت دور صعب قوي، هو دور الفنانه راحله شاديه في مسرحيه ريا وسكينه، والله على ده دور يعني في الحقيقه دور جميل جدا. والفنانه نجاة الامام ابدعت في الدور ده وقدرت ان هي تتقمص الدور بكل تفاصيله. يعني مساء الفل عليكي الفنانه نجاة الامام معانا دلوقتي. انا عايزه اقول لك لما شفت الصوره انا افتكرتها شاديه. ميرسي جدا يا استاذه بسنت، اهلا بحضرتك وكل اللي بيشوفونا ويسمعونا. بحييكي على الدور الصعب قوي ده، صعب حد يجي عند شاديه، منطقه شاديه دي صعبه لكن انت ابدعتي فيها. ميرسي جدا على ذوق حضرتك، وهو يعني موضوع يخد، خدي بالك يعني احنا بنجسد شخصيه الفنانه الكبيره شاديه، دي حاجه صعبه جدا وبتبقى محتاجه ان انت تجتهدي وتبذلي مجهود وتاخدي فتره كبيره قوي علشان تطلعي بالشخصيه دي وتكوني قدها، لان احنا يعني لا محاله بنتحط في مقارنه. اكيد. ولكن بالازياء وبالملابس، وبالميك اب وبالشكل كله المبذول فبنطلع يعني، وكمان الروح حاجه صعبه جدا انك تجيبي روحها. طب انت عملتي ايه عشان تتقمصي دور شادي قوي؟ هل اتفرجتي كتير على المسرحيه؟ عملتي ايه؟ هي طبعا الفنانه شاديه بتشكل جزء كبير جدا من ذكرياتنا وبدنا. انا من جيل التسعينات، فانا دايما ريا وسكينه في الذاكره بتاعتي كنت بتفرج عليها كتير، ولما ترشحت للدور انا كنت بعمل معبوده الجماهير كمان. الله عليكي، يعني انت مختاره اصعب ممثلين. يعني انا عايزه اقول لك ان شاء الله بكره بنقدم قاضي البلاد، انا بعمل فيها معبوده الجماهير شاديه. فعايزه اقول لحضرتك نقله كبيره جدا ما بين معبوده الجماهير وما بين ريا وسكينه. بس التفاصيل ما دام الروح موجوده بنلاقي ان كل حاجه سهل ان احنا نجيبها بعد كده. بصي انا عايزه اسالك سؤال، دايما اللي بيقلد حد في بيبقى في لازمه معينه عند الشخص ده عشان يعرف يقلده، زي اللي بيغني اغنيه مثلا وبيقلد صوت حد بيحاول يجيب مثلا بحه معينه، الحاجات دي ايه اللي انت لقيتيه لازمه معينه للفنانه شادي عشان كده مسكتيها ومن هنا عملتي الدور؟ بصي هقول لحضرتك، هو انا مش بقلد، انا بجسد الشخصيه الدراميه اللي بلعبها. فهماكي. طيب ايه يعني عشان تقدري تجسديها بنفس الطريقه ولا بتحاولي تعمليها بطريقه مختلفه شويه؟ لا انا باخد الايماءات، بركز على التفاصيل بتاعتها كويس جدا، بعرف هي كانت مختلفه عن الباقي في ايه. اوكي. يعني طب كانت مختلفه في ايه؟ الحركات بتاعت ايديها في الشخصيه بتاعت ريا وسكينه. هي طبعا كانت معاها الفنانه الكبيره سهير البابلي. سهير البابلي كانت بتلعب من طريقه، والفنانه شاديه بتلعب من طريقه ثانيه، بتلعب من الرقيقه النكسه اللي هي دمها خفيف، وفي نفس الوقت هي قتلت قتله، حد جديد، حد يعني مجرمه يعني. مجرمه. كانت يعني انا بالنسبه لي كان الموضوع كان تمثيل. عضتني وانا بقتلها. ها. ايوه. فكان الموضوع اكتر منه ان انا بركز على الروح وفي نفس الوقت بركز على التفاصيل بتاعتها، طريقه مشيتها، حركه ايديها، لما بتبرق، لما بتضحك. بتضحك بطريقه رقيقه جدا رغم ان هي المفروض يعني قتلت قتله. ايوه. ولكن هي كانت محافظه على روح الست الرقيقه الشيك في نفس الوقت، وكانت حد جميل في المسرحيه يعني. حقيقي يعني انت كمان قدمتي دور يعني تلقائيه شديده في نفس الوقت ابدعتي فيه، فبنتمنى لك كل التوفيق في اللي جاي. الفنانه نجاة الامام يعني نورتينا يا فندم ومبسوطين ان احنا اتكلمنا معاكي.